لازم أرن عليها هلأ عشان أحكي لها شو صار مبارح. ضروري. وين رقمها راح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كيفك؟ ألو؟ كيفك؟ شو الأخبار؟ بسم الله لسه بدي أرن عليك ولك. بسم الله. شو هاد؟ مش طبيعية أنتي. يا بدي أسألك، درستي مادة العربي؟ وك بسم الله، لسه بدي أسألك نفس السؤال. إيش في؟ شو هاد؟ تخاطر ولا إيش؟ التخاطر يا جماعة علم ما وراء النفس، علم ما وراء الطبيعة، علم الخيال وانتقال المعلومات، البارا سايكولوجي، علم الخوارق، يعني أمور خارقة للطبيعة، جانب من جوانبها هو التخاطر. عمرك شي مرة فكرت بفكرة وفجأة لقيت الشخص اللي قدامك عم يحكي نفس الفكرة اللي عم بتفكر فيها؟ أو عمرك شي مرة فكرت بشخص معين وفجأة لقيته بيتصل عليك أو لقيته عم يبعث لك رسالة مسج؟ أو عمرك شي مرة حسيت بشعور جواتك إنه أنت عم بتفكر بإنسان وأجاك هيك شعور بدقات قلبك وفجأة وصلك مسج من هذا الإنسان إنه هو بنفس اللحظة عم بفكر فيك وعم بحس بنفس الشعور؟ إذا عم بيصير معاكم نفس الشيء وإذا عم بتصير معكم كل هاي الشغلات اللي حكيت لكم إياها هلا وحابين تتعرفوا عن شو هذا الإشي اللي عم بيصير وشو هو التخاطر، ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، اشتركوا بالقناة، وإذا في حدا عم بيصير معه نفس الشيء اكتب لي تحت بالتعليقات لأني بحب كتير أقرأ تعليقاتكم. شو هو التخاطر يا ترى؟ التخاطر عبارة عن اتصال مباشر بين عقلين بدون أي وسائل مادية، يعني بدون ما يستخدم الشخص أي حاسة من حواسه الخمس، يعني بيوصل هاي الفكرة بشكل غير محسوس وغير مادي. شو موقف العلماء من هذا العلم؟ شو حكوا العلماء عن هذا الموضوع؟ أول قسم من العلماء شو حكوا عن التخاطر؟ أول قسم آمنوا بالتخاطر، جربوه وطبقوه وزبط معهم وحاولوا إنهم يدربوا الآخرين عليه ويطوروا من مهاراتهم لحتى إنهم يزبط معهم ويصيروا يمارسوا. أما القسم الثاني حاولوا إنهم يجربوه ويطبقوه بس ما زبط معهم ولا بأي وسيلة من الوسائل. فشو حكوا عنه؟ حكوا عنه إنه علم زائف مش موجود وما إله وجود أبداً. يعني ببساطة إذا هم ما أفلحوا وما قدروا إنهم يوصلوا لطريقة يتخاطروا معها مع الأشخاص فخلص كذبوا هذا العلم وقالوا إنه ما إله وجود وحكي فاضي. القسم الثالث من العلماء هم المحايدين. هدول العلماء حكوا عنه إنه إحنا ما بنقدر ننفي التخاطر نفي تام وما بنقدر إنه إحنا نوافق عليه ونثبته بشكل واقعي وتام، فكانوا محايدين. يعني ببساطة حكوا إنه هذا العلم قابل للواقع وقابل للخطأ. وكمان العلماء حكوا إنه الإنسان بعيش بعالمين، عالم الماديات وعالم اللاماديات. أما عالم الماديات حكوا عنه إنه هو عالم المحسوسات وسموه بالفيزيقي. أما عالم اللاماديات هو عالم اللامحسوسات، شيء إحنا ما بنقدر نوصله بحواسنا الخمس أو بأجسادنا، شيء روحي، شيء عاطفي، شيء بينحس بشكل حسي، عالم الأمور الروحية والعواطف والإحساس وسموه بالميتافيزيقي. علماء الباراسايكولوجي وصلوا لاستنتاج غريب جداً، حكوا إنه في العصور القديمة الإنسان ما كان عنده لا لغة تواصل ولا ثقافة الرسائل ولا لغة حوار ولا حتى وسائل للتواصل، فكيف كان الإنسان يتواصل مع شخص بعيد عنه زمان؟ حكوا في ذاك الوقت إنه الإنسان كان يرسل ذبذبات بطريقة غير محسوسة لشخص بدهم يتواصلوا معه عن طريق الإدراك، إشي لا محسوس، إشي غير مادي، إشي عقلي، إحساس من الداخل
يعني كان يرسل شعور أو أمر معين من عقله لإنسان آخر مستقبل، وبهاي الطريقة طبعاً كانوا يتواصلوا، فهيك كان يصير بينهم هذا التخاطر. لكن مع تطور العصر الإنسان تعرفوا اكتشف كتير وسائل للتواصل والاتصال، فبالتالي ضعفت هاي القدرات اللامحسوسة بداخل الإنسان، لأنه خلص صار يعتمد على أي وسائل أخرى متطورة يقدر يتواصل فيها مع الأشخاص. طبعاً بعض العلماء حكوا إنه التخاطر محض الصدفة، يعني إيش الصدفة؟ هذا ما إله وجود. ليه؟ لأنه ببساطة كتير منفكر بأشخاص خلال يومنا، مش كل شخص منفكر فيه بيتصل علينا، فقالوا إنه هذا إشي صدفة وما إله وجود. بس علماء الميتافيزيقي اللامحسوسات حكوا إشي آخر، حكوا لا، الإنسان ممكن يعمل تخاطر، يرسل ذبذبات، هاي الذبذبات ممكن تلقط وممكن ما تلقط، فإذا لقطت بيصير هذا التخاطر. علماء ما وراء الطبيعة حكوا إنه الحيوانات أيضاً عندها تخاطر، تخيلوا، والتخاطر اللي عند الحيوانات أقوى بكثير من التخاطر اللي عند الإنسان. راح أحكي لكم قصة كتير غريبة. في إحدى العصور القديمة أيام الحروب، لما كانوا بدهم يروحوا يحاربوا، يطلع عدد من الجيش عشان يحاربوا وياخدوا معاهم إحدى صغار الأرنب. كانوا إذا حسوا بخطر كبير وحسوا إنهم بدهم ينهزموا ومحتاجين دعم جيوش أخرى، كانوا يقتلوا صغار الأرنب. هلأ أمهم الأرنبة موجودة في القسم الآخر، كانوا لما يشوفوا أم الأرنب عم تتحرك بشدة وتخابط وحالتها حالة وهيك بلشت إنها تنفعل، كانوا يعرفوا إنه الجيش هلأ بحاجة لدعم، فكانوا فورا يرسلوا لهم جيوش أخرى للدعم. وهيك طبعاً هاي القصة كانت تتأكد إنه التخاطر عند الحيوانات أقوى. طب مين أكتر الأشخاص اللي بيزبط معهم التخاطر؟ ثبت إنه الأشخاص اللي بيمارسوا التأمل وعندهم صفاء ونقاء روحي وداخلي هم أكثر الأشخاص اللي بيزبط معهم التخاطر. أحياناً أكثر الأشخاص اللي بيحدث بينهم تخاطر هم الأشخاص المحبين، يعني مثلاً زوج وزوجته، خطيب وخطيبته، ناس بيحبوا بعض، أم وابنها، الأم بتحس بابنها إذا صار عليه خطر أو صار عليه شيء معين، بنت بتحس بأهلها إذا هم هلأ مناح مش مناح، هذا كله تخاطر. أنا من الأشخاص اللي بحس إنه ما في إشي في الحياة كلها بيصير صدفة، فببساطة أنا من الأشخاص اللي بيؤمنوا بالتخاطر، وصار معي كتير مواقف تخليني إنه أنا أصدق عن جد إنه في إشي في الحياة اسمه تخاطر. إذا عمره صار معكم شي بخص التخاطر اكتبوا لي تحت بالتعليقات، خلوني أقرأ تعليقاتكم واحكوا لي شو بيصير معاكم بالعادة. إذا حبيتوا الموضوع ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، اشتركوا بالقناة وما تنسوني من تعليقاتكم ودعمكم ومحبتكم. سلام. بدي أعمل يوغا، أمارس التأمل، مديتيشن يا جماعة، خلينا نجرب التخاطر. إيش التخاطر؟ التخاطر على فكرة التخاطر شيء كتير حلو، والله والله أنا هذا شعوري وهذا إحساسي. المحسوسات رايحين لحال بصور اجل سيارة التنكات غسلات ثلاجات للبيع هلأ فطوم رح تدق الباب اكيد اكيد ما دقت اجت سيارة الغاز حسبي الله ونعم الوكيل حرام والله حرام هذا اللي بيصير فيي انا. اما عالم الماديات حكوا عنه انه هو عالم المحسوسات، عالم الحواس الخمس. ايش اعمل في حالي انا بهيك حاله؟ الله اكبر الله اكبر.